بكم مشاهدينا الأكارم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدخل معركة جديدة شنها ضد مواقع التواصل الاجتماعي هذه المرة، تحديدا موقع تويتر، أكثر منصة يتواصل فيها مع الأمريكيين والعالم عبر تغريداته، قبل أن يهدد بغلقها نهائيا كونها تخنق بالكامل حرية التعبير على حد قوله. موقف ترامب جاء ردا على إضافة الموقع خاصية التحقق من تغريداته التي اتهم فيها بعض الأطراف بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة عن طريق إتاحة التصويت عبر البريد، في وقت أشار فيه نموذج إحصائي عبر الكمبيوتر أن مرشح الجمهوريين سيمنى بهزيمة كاسحة في انتخابات نوفمبر المقبل. فكيف يفسر تهديد ترامب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي؟ وما مدى جديته في ذلك؟ وهل امتد الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى منصات وملفات أخرى بعد كورونا والاتهامات الموجهة إلى الصين؟ ويمكنكم مشاهدينا الأكارم المشاركة معنا من خلال التصويت في صفحتنا على موقع تويتر @RTArabic عبر الإجابة على السؤال التالي: هل يقدم ترامب على تنفيذ تهديده بإغلاق مواقع التواصل بعد إضافة خاصية التحقق لتغريداته؟ يمكنكم الإجابة بنعم أو لا، كما يمكنكم أيضا التصويت في موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com عبر الإجابة على السؤال ذاته.